نبدأ نهارك عالمي من مباريات دوري الأبطال واللي اتلعبت امبارح. بايرن ميونخ فاز على نظيره باريس سان جيرمان بهدف دون رد في طبعا المباراة اللي جمعتهم ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا. وهدف فوز بايرن جاء في الدقيقة 38 بضربة رأسية من المدافع الكوري الجنوبي كيم مان جاي بعد متابعة لركلة ركنية. عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان تعرض للطرد في الدقيقة 57 بعد الإنذار الثاني عشان يصعب من موقف باريس أكتر في المباراة، ورفع بايرن رصيده للنقطة التاسعة في المركز ال 12 بترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد باريس سان جيرمان عن النقطة 4 في المركز ال 26. كده هيتبقى لبي اس جي 3 مواجهات هتكون مصيرية وهتحدد مستقبله في دوري الأبطال، وهما مانشستر سيتي وشتوتغارت وسالزبورغ بمواجهات صعبة طبعا، وموقف باريس أصبح مقلق جدا 4 نقاط من 5 مباريات. أما بايرن فموقفه بقى أفضل شوية بعد الفوز اللي حققه على باريس، وبقي ليه 3 مباريات وهما شختار وسلوفان السلوفاكي وفاينرد. ونروح لمانشستر سيتي الجريح واللي سقط من جديد وتعثر للمباراة السادسة على التوالي وما قدرش ان هو يحقق الفوز. السيتي تعادل مع فينرد على ملعب الاتحاد ووسط جمهور ومشجعي السيتي في الجولة طبعا الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا. وبرغم تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 إلا إن فاينرد نجح في إن هو يعود من جديد ويسجل 3 أهداف في الربع ساعة الأخيرة من المباراة علشان تخلص المباراة بتعادل 3-3، وسجل ثلاثية الفريق هدفين كانوا لهالند وجوندوجان هدف. أما لو هنتكلم على عودة فينرد فكانت عن طريق أنيس حاج موسى وخيمينيز وديفيد هانكو. وهل بقى في حد كان يتخيل أن مانشستر سيتي يوصل للمباراة السادسة على التوالي بدون أي تحقيق لانتصار؟ 5 هزايم وتعادل شيء محبط جدا، وده اللي خلى جمهور السيتي يطلق صفارات الاستهجان على الفريق بعد طبعا ما المباراة خلصت مباشرة. واكتفى مانشستر سيتي بالوصول للنقطة الثامنة بعد 5 جولات بفوزين وتعادلين وهزيمة، وده كان في المركز ال 15 فيما رفع فينرد رصيده ل 7 نقاط في المركز ال 20 بجدول ترتيب دوري الأبطال. مانشستر سيتي هيكون عنده لقاء ملحمي في الدوري الإنجليزي أمام ليفربول يوم الأحد اللي جاي، واللقاء ده يا هيرجع السيتي من جديد للمنافسه ويلاقي نفسه، يا اما بقى هينهي موسمه بشكل بدري في المنافسه على الدوري الانجليزي، خاصه طبعا ان الفارق دلوقتي ما بين ليفربول وما بين السيتي هم 8 نقاط لصالح ليفربول. كمان بقى عايزه اكلمكم عن الضغط النفسي الكبير اللي بيتعرض ليه جوارديولا امبارح يا جماعه من كتر الضغط في المباراه بعد ما كان كسبان 3 أهداف. لو حضراتكم شايفين الصورة، ده كان جوارديولا وهو بيعور نفسه، يعني من كتر الخبط على راسه، من كتر ما بيخربش نفسه، باين على وشه قوي اللي هو يعني المنظر الصعب ده، باين قوي الضغط النفسي اللي هو كان متعرض ليه. وهو حتى في المؤتمر الصحفي اتكلم وقال ان هو يعني كان بيعاقب نفسه على التعادل في ماتش زي ده، هم برضو كانوا متقدمين، فطبعا الموضوع مش سهل ابدا نفسيا على جوارديولا. ونروح لأرسنال اللي بيكتسح سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 5-1 في الجولة الخامسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا. سجل 5 أرسنال مارتينالي وهافرتز وجابريال وساكا وتشوسارد، أما هدف سبورتنج لشبونة الوحيد سجله إيناسيو. أرسنال الحقيقة نجح أن يلحق بسبورتنج لشبونة أول هزيمة في دوري الأبطال ليحرمهم من تصدر المسابقة مؤقتا، ويتوقف كمان رصيده عند 10 نقاط ليتراجع للمركز الثامن. أما أرسنال فرفع رصيده ال10 نقاط في المركز السابع بعد ما حقق 3 فوز ليه بدوري الأبطال. ونروح لبرشلونه اللي حقق امبارح الفوز الرابع على التوالي ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا. برشلونه فاز على بريست الفرنسي بنتيجه 3-0 ضمن منافسات الجوله الخامسه. برشلونه كتب بايده اول خساره لبريست في دوري الابطال الموسم الحالي، وسجل اهداف برشلونه ليفاندوفسكي سجل 2 وداني اولمو. ليفاندوفسكي وصل امبارح للهدف رقم 101 ليه في دوري الابطال مع كل الانديه اللي مثلها. طبعا تخطى بالهدفين اللي سجلهم حاجز ال 100 هدف، وده طبعا رقم محدش وصل له غير رونالدو وميسي. بالفوز ده رفع برشلونه رصيده الى النقطه ال 12 بعد مرور 5 جولات في المركز الثاني مؤقتا خلف انتر صاحب ال 13 نقطه واللي برده ترتيبه مؤقت لغايه ما ليفربول يلعب مباراه النهارده. اما بريست فبيتجمد رصيده عند 10 نقاط وبيتراجع للمركز التاسع.